الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريقها الميداني. أننا اليوم ها هنا في مديرية بيحان العليا وذلك من أجل تقديم 6000 سلة إغاثية لأبناء هذه المديرية الباسلة وذلك من أجل التخفيف من الأعباء والصعوبات الإنسانية وكذلك من أجل تحسين الحالة المعيشية لأبناء هذه المديرية.